أجمل تحية لكل متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج خلال شهر أيلول سبتمبر. أهم الأحداث الفلكية والتحولات هو انتقال أشعة الشمس من مجموعة العذراء الترابية ليلة 22 من شهر أيلول سبتمبر إلى مجموعة الميزان الهوائية، وبذلك يمر مولد برج العذراء بفترة خلو مسار. كوكب عطارد في مجموعة الأسد إلى الخامس من شهر أيلول سبتمبر، ثم ينتقل إلى العذراء ابتداء من السادس إلى 21 من شهر أيلول سبتمبر، وبذلك يمر مولد برج الأسد بفترة خلو مسار سلبية. ثم ينتقل عطارد من العذراء إلى الميزان ليلة 21 من أيلول سبتمبر، وبذلك يمر مولد برج العذراء بفترة خلو مسار سلبية. فينوس الزهرة في الميزان إلى الثامن من الشهر، ثم ينتقل فينوس إلى مجموعة العقرب المائية، وعليه يمر مولد برج الميزان بفترة خلو مسار سلبية. المريخ في الجدي إلى العاشر من شهر أيلول سبتمبر، ثم ينتقل ليلا إلى مجموعة الدلو الهوائية، وبذلك يمر مولد برج الجدي بفترة خلو مسار سلبية. نضيف لذلك استقامة زحل في مجموعة الجدي الترابية مساء الخامس من الشهر، وبذلك تخف الضغوطات على مولد برج الجدي. كذلك استقامة بلوتو في الجدي في آخر يوم من نهاية الشهر. أفضل الأبراج العذراء، يليه بالحظوظ السرطان والحمل، وأسوأ الأبراج الميزان والقوس. الحمل إنجازات جيدة على الجانب المهني، أول أسبوعين يبذل مجهود إضافي ويثمر تعبه في آخر أسبوع من الشهر. ماليا لديه مشاريع ممتازة، وعاطفيا لديه عتاب مع الحبيب، وله 4 نجوم. الثور يرتاح بعد منتصف الشهر ويجد مخارج إيجابية ماليا ويهدأ نفسيا، ولديه لقاءات مثمرة عاطفيا، أما صحيا فنحو الأفضل، وله 4 نجوم. الجوزاء عاطفيا لقاءات وتصالح مع الحبيب، يرتاح نفسيا ولديه مفاجآت مالية ممتازة في آخر أسبوع من الشهر، وله 3 نجوم. السرطان أول 3 أسابيع صلح مع العائلة أو الأقارب أو الأحباب، الأفضل مهنيا وعاطفيا من الأشهر السابقة، وله 4 نجوم. الأسد ماليا يستفيد من تواجد أشعة الشمس في مجموعة العذراء الترابية، ولديه لقاءات مثمرة وتعارفات جديدة، نفسيا وصحيا ما في شيء يدعو للقلق، وله 4 نجوم. أما العذراء فقمة في النشاط والحيوية، ولديه تحولات مالية جيدة، وعاطفيا ممكن أن تكلل بالزواج أو الخطوبة أو تعارف جديد، وله 5 نجوم. الميزان نحذره في أول 3 أسابيع من الأعداء والمقربين ومن وشاية أو مكيدة، ماليا يتحسن وضعه في آخر أسبوع، وعاطفيا لديه تغير عاطفي جيد في آخر 3 أيام. نحذره من السفر وعليه الاهتمام بصحته، وله 2 نجمة. العقرب متميز عاطفيا ولديه تغييرات مالية جيدة، لكن قد يسمع خبر له وقع مؤلم، والفترة مناسبة للسفر، وله 3 نجوم. القوس يتعب ماليا ومهنيا ثم يرتاح في آخر أسبوع، وقد يواجه صدمة عاطفية ويتعب صحيا ونفسيا، وله 2 نجمة. أما الجدي فينتعش ماليا في أول 3 أسابيع ويتعب صحيا في آخر 7 أيام، يرتاح نفسيا وليس هنالك تغيير عاطفي، وله 4 نجوم. الدلو يتعب في أول 3 أسابيع ويستفيد آخر أسبوع عاطفيا وماليا، قد يواجه توترات نفسية طيلة أيام الشهر، وله 3 نجوم. الحوت يستفيد ماليا في النصف الأول وعاطفيا في النصف الثاني، ويخف التعب النفسي مع نهاية الشهر، وله 4 نجوم.
الخنزير في الأبراج الصينية قمة في النشاط والحيوية، والفأر الصيني لديه تغييرات عاطفية ممتازة، والنمر الصيني لديه تحولات مهنية واستثمارات ومشاريع، أما الفهد الهندي فيغير من مكان سكنه وربما بلد الإقامة، والبجعة الهندي يواجه متاعب صحية، أما الصفصاف الدرويدي فعليه اتخاذ قرار مصيري وجدي، والزيتون الدرويدي ينفصل عن حبيب. وهذه أجمل وأنقى وأرقى وردة لصاحبة أو صاحب أول تعليق. تتضمن الخارطة الفلكية الأيام والساعات المناسبة وغير المناسبة مهنيا وعاطفيا، وأوقات السفر وحركة القمر في بيوتات الزودياك، وتجنب الأوقات السيئة وفترات خلو المسار والتراجعات الفلكية. الأوقات المناسبة لمصالحة حبيب أو القدوم على خطبة أو عقد قران أو التقديم على وظيفة أو المبادرة بمشروع عمل. لمن يرغب بالحصول على الخارطة الفلكية الشخصية مع الكشف الروحاني له أو لأي برج يختاره لما تبقى من عام 2018 أو للأعوام القادمة 2019-2020 إلى عام 2027 وحسب الطلب، بإمكانه مخاطبتنا على أرقام المركز الظاهرة ومن خارج العراق بإضافة 00964، وسيتم تزويده بطلبه بمدة قصيرة وبثمن معقول. مركز تنمى لعلوم الفلك والعلاج بالباراسايكولوجي والطاقة، إيجاد حلول للمشاكل النفسية والروحية الحياتية المختلفة، إيجاد حلول للمشاكل الزوجية العالقة، توافق الشركاء قبل وبعد الزواج وكيفية اختيار الشريك، اختيار اسم المولود بالحظوظ الجيدة، العلاج بالطاقة والشاكرات والطب الصيني والبديل. جعل الحياة أكثر سعادة وصحية بالاستفادة من طاقة المكان البينك شوي، أجمل وأندر الأحجار الكريمة والمتحجرات في العالم ذات الطاقة الروحية، قراءة الطالع والمستقبل وفق الخارطة الفلكية. للحجز والمعلومات زين العراق 0781-61-26-367، آسيا سيل 0772-10-8012. أوقات العمل يومياً عدا الجمعة من الساعة 1 إلى 9 مساء، بغداد كرادة داخل شارع الحمام مقابل حمام حجي مهدي.